انا امنيه اخت ايه مراد جمال. طب ما انا عارف، ولما كنتش جيتي كنت هبعت لك. اتفضل. بقول لك ايه، انا في الطريق للسخنه، ما تيجي؟ لا بتهزر، احنا في البنزينه الجديده اللي فتحت على الطريق. ايه ده؟ ده انا قدامي اهو. ايه ده؟ بتهزر؟ طب يلا يلا مش تعالى فاهم. بسرعه مستنيين. انا سرقت موبايل محمود وجبت من عليه كل المسجز اللي مسح. محمود بيكذب عليك والدليل اهو. محمود جوزي كان بيكلم آية اختي واتفق معاها ان هو راح لها البنزينه. اه بس محمود قال انه ما شافهمش. بقول لحضرتك بيكلم اختي من ورايا، يعني بيخني. متوقع يقول لك ايه؟ ما لازم يقول لك كده. كده يبقى كلام جمال حقيقة. ده اكيد. وبعدين انا عارفه جمال كويس. جمال بني ادم طيب وغلبان. اختي هي اللي كانت مطلعه عينه، والدليل اهو. واحده بتكلم جوز اختها، متخيل هتبقى عامله ازاي مع جوزها؟ كلام موزون.